السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشكر مؤسسة NBC في أندونيسيا لدعمها لهذه المياه المعدنية. إن الشعب الفلسطيني شعب بيعاني من فقدان المياه، وجزاهم الله كل خير في ميزان حسناتهم، ولولا هم يعني بيعطونا المياه هذا يعني إحنا محرومين كثير يعني من المياه المعدنية، وهذه بتجي في وقتها يعني إن في وضع صعب. وكل عام هم بخير، ورمضان جاي شهر الخير. نشكر مؤسسة NBC الأندونيسية على تقديم هذه المساعدة الخيرية، ونتمنى منهم دوام المساعدات الخيرة للناس، وبارك الله فيهم.